اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمدينة الرباط اليوم مع أخيه معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة. وقد رحب معالي السيد ناصر بوريطة بمعالي وزير الخارجية مؤكدا متانة العلاقات الأخوية الوثيقة والاستثنائية بين البلدين واستمرار التنسيق المشترك تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، معبرا عن تقديره للمواقف الأخوية الثابتة لمملكة البحرين والمساندة للمملكة المغربية ولدور المملكة المهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. من جانبه عبر معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات التاريخية الأخوية مع المملكة المغربية التي تستند إلى تاريخ طويل وتتسم بالتطور والتقدم المستمر والحرص الدائم على المضي بمختلف مجالات التعاون الثنائي لآفاق أرحب في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية حفظه الله ورعاه. كما تم خلال الاجتماع التشاور والتباحث والتنسيق حول أهم التطورات والمستجدات في المنطقة. وفي تصريحات لوسائل الإعلام بعد الاجتماع شدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للمملكة المغربية الشقيقة ومبادراتها الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي ووفقا للشرعية الدولية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية مملكة تاريخية حكمت الصحراء على الدوام. وأشاد معالي وزير الخارجية بالدور التاريخي الذي تقوم به المملكة المغربية في مناصرة القضايا العربية والإسلامية والدفاع عنها في المحافل الدولية وإسهاماتها البناءة والملموسة في دعم الجهود الهادفة إلى إرساء السلام والاستقرار وتعزيز التنمية والتقدم في القارة الأفريقية. من جانبه قال معالي السيد ناصر بوريطة إن هذا الاجتماع يندرج في إطار التواصل والتشاور الدائمين بين البلدين الشقيقين حول القضايا الثنائية والإقليمية، مؤكدا على تطابق وجهات نظر البلدين إزاء هذه القضايا، مجددا تضامن المملكة المغربية مع مملكة البحرين في كل القضايا.